أعلنت وكالة دوغان التركية اعتقال أجنبيين في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول في إطار التحقيقات الجارية للكشف عن منفذي الهجوم الذي استهدف ملهى ليليا في ليلة رأس السنة. وبذلك يصل عدد من ألقي القبض عليهم في إطار التحقيق إلى 14 شخصا، بينما ما يزال المشتبه فيه الأول طليقا. وكان ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم الذي أودى بحياة 39 شخصا. لم تهدأ أجهزة الأمن التركية بحثا عن المشتبه فيه الذي فر هاربا بعد أن حصد برشاشه 39 ضحية في احتفال بحلول العام الجديد. ينصب البحث عن رجل السيلفي هذا الذي قيل إنه تجول في ساحة تقسيم وسائل الإعلام التركية في سباق للحصول على أي معلومات بشأنه. تتحدث تقاريرها عن رجل تعرفت السلطات على هويته دخل إلى تركيا من سوريا. هو أحد جنود تنظيم ما يعرف بالدولة. أوقع كارثة في تركيا التي تجد نفسها تتحمل العبء الأكبر في التصدي له. العالم ينام ويصحو على أخبار داعش، يدعون أنهم يحاربون داعش، لكن تركيا وحدها التي تحاربه وتحقق تقدما في عملياتها العسكرية. من نشر وحدات مكافحة الإرهاب إلى تحليق للمروحيات وإغلاق الشوارع باتت مشاهد مألوفة في إسطنبول، فيما تتحدث تقارير عن عمليات دهم واعتقالات لمشتبه فيهم. بالتزامن مع نشر صور للمشتبه فيه الرئيس التقطت في عدة مناسبات، إحداها في مركز صيرفة في إسطنبول يعتقد أنها أخذت قبل الهجوم ببضعة أيام.